مقدمة الشوط. عودة إلى المركز الأول. جنيف جنيف عاشق البحار، عاشق البحار، يتقدم الحر بالراشد بن خادم. المهيري المهيري يقدم لنا هذه الانطلاقة. وصلت نجاح، وصلت نجاح علي بسهيل بالروس العامري، يقدم لنا نجاح. والحجري من الزاوية الأخرى يتقدم جاسم بن حميد بن محمد. الحجري مع الفايزة، مع الفايزة. الله 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 الله، شوفوا القدوم. وصل رص أرامس بن سالم بن صالح بن قداد، أبناء الجنوب بالسلطنة القادمين بكل قوة، القادمين بأداء متميز على المركز الأول. هذه معزة، هذه معزة، معزة على المركز الأول. وجنيف للحرب الراشد بن خادم المهيري. معزة، معزة على المقدمة، معزة على المركز الأول. رامس بن سالم بن صالح قداد يتقدم على المركز الأول، يأتي بالمركز الأول. عادة جنيف للحرب الراشد بن خادم المهيري. الله 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 الله. أبناء السلطنة، أبناء الميدان يتقدمون هناك من خلال هذه المنافسة. جنيف جنيف، ولكن معزة، معزة، سلام السلطنة، سلام، سلام أيضا على هذا الفوز والانتصار لرامس بن سالم من صالح قداد على هذا الفوز. سلام إلى أبناء هيمة، سلام، أو سلام إلى أبناء ظفار، سلام، وسلام إلى أبناء ثمريت، سلام لرامس بن سالم من صالح قداد. جنيف المركز الثاني، الحرب راشد بن خادم المهيري. المركز الثالث وصلت فيه نجاح علي بسهيل بالروس العامري. المركز الرابع كانت أرباح أيضا حمد بن عبد الكريم السعيد. والمركز الخامس وصلت أيضا اللي هي كدريا محمد عبد الله بن راشد الكتبي. تهانينا ونام. شوفوا المنافسة حتى الرمق الأخير، دقيقتين 49 وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك معزة، رامس بن سالم بن صالح قداد، إلى أهالي ظفار وإلى أهالي أيضا ثمريت على هذا الفوز. دقيقتين 50 ثانية وفاء وتماما وكمالا. جنيف الحرب الراشد بن خادم المهيري، نجاح في المركز الثالث، دقيقتين 51 وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا ايضا لمالك علي بسهيل بالروس العامري. المركز الرابع دقيقتين 51 ثانية وخمس اجزاء من الثانية. شعار ابو خالد وصل حمد بن عبد الكريم السعيد من يقدم لنا ارباح. بينما المركز الخامس دقيقتين 53 جزءا واحدا من الثانية هي كدرية محمد بن عبد الله بن راشد الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، اول الاشواط، اول اندفاعات هذا الموسم كان مع ايضا معزة لرامس بن سالم بن صالح قداد. اهدى الناموس هناك الكبير الى ابناء السلطنة والى ابناء محافظة ظفار والى ايضا ابناء ثمريت. هكذا هي معزة، وهذه هي جنيف، وهذه هي النتيجة الفائزين يأتي بها مخرجنا.